قولي الحقيقة والنبي، ولا بلاش الحقيقة، قولي كلام حلو. عايزة أحس إحساس حلو كده، عايزة أخرج من كل الضغوط اللي أنا فيها. أنا هريكي كلام حلو، هخليكي تصحي وتنامي على كلام حلو. هقول لك ليه أنا جبته. بصراحة أنا معرفش أنا جبته ليه، بس أول ما شفته كده حبيته أوي، وقلت إن أنا مش هعرف أشوفه غير على إيد ريم بالظبط. أي حد تاني لأ. عقلي راح سألني إشمعنى ريم يعني؟ مع أي حد تاني راح قلبي على طول داخل قال لأ، هو إيد ريم بس اللي تلبس الخاتم الحلو ده. حلو، بس برضه ما قلتليش إيه الإجابة. ما أنا مش عارف الإجابة صراحة، أنا عايز أعمل زيك كده ما أفكرش في أي حاجة. أوكي، بس أنا ما أعرفش أي حاجة عنك غير اسمك وبس. غريبة صراحة، بس أنا كنت هقولك نفس الكلام ده. طب قولي أي حاجة، أي حاجة عن نفسك، عرفني عن نفسك، قول أي كلام. وليه؟ ليه؟ الناس اللي في بينهم كده علاقات بتبقى مش محتاجين يتكلموا ولا يحكوا حاجة عن بعض، كفاية عينيهم بس تبص لبعض يفهموا كل حاجة، صح ولا غلط؟ على فكرة أنا أكلتك وكلفت أكل جامد جدا، فهنحبس بالشاي بقى، وجايب معايا نعناع كمان. بصي عاملة إزاي؟ تحس إن هو كده بيضحك على النعناع؟ لا لا، لازم النعناع قبل الشاي. أوكي. هو بيغرق جيبه جوه كده، بيغرق. أيوه، اشربي كده بقى قولي لي رأيك. ثانية واحدة، ثانية واحدة، ثانية واحدة. حلو. حلو صراحة، الحاجة الحلوة تعالى لها حلوة، صراحة حلوة. اتفضلي بقى الشاي. ميرسي. اتفضلي. والله بتكلم معاها. وهي عارفة بتعمل إيه بقى؟ لا 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 لا. شوف، أنا بقول لك الكلام ده لمصلحتك أنت، مش لمصلحتنا. اهدي. لا يا محرم، عيب. يعني إيه ريم تقعد كل ده بره بيتك؟ لا، وكمان لوحدها يعيب الشوم. والله اتكلمت معاها كتير، وبعدين ما تنسيش احنا عشنا بره مصر سنين طويله قوي. خلاص يا محرم، اللي انت عشته وشفته بره ده تنساه خالص. انت دلوك عايش في بلدنا، يعني ترجع محرم بتاع زمان اللي عارف عاداتنا وتجاليدنا واصولنا. ده الناس تاكل وشنا يا راجل، يقولوا علينا ايه؟ وكمان يعني ريم لازم أن تعرف إن البيت ده فيه رجالة تحكمه، عايزة تطلع تدخل حتى تنام لازم أن تاخد الإذن منك أنت وحسن. أمال إيه؟ أنتوا الرجالة هنا، لكنك ده ما نعرفش عنها حاجة. واصل هي فين، ولا قاعدة مع مين، ولا بتعمل إيه؟ لا لا لا، عيب. ده أنت العمدة والناس مسمية البيت ده البيت الكبير. بصراحة ما قدرتش أشيل عيني من عليكي. لا بقول لك إيه، أنا ماليش في السكة العوجة دي خالص. آه، ومين قال إن أنا عاوزها عوجة؟ لا 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 لا، ده أنا عاوزها عدلة وعدلة تمام يعني. يعني إيه؟ يعني إيه؟ قولي أنت عاوزة إيه؟ ما تنساش يعني إن أنا من البيت الكبير. جرايزة نعيمة. وأنا جليل ولا إيه؟ أنا البدري، ها؟ وعارف الدنيا وما فيها. يعني تقصد إيه؟ قصدي يعني قولي آه، وهتشوفي هعمل لك إيه؟ كمان عشانك يا استفندي. سلامتك من الله يا بيضة، خرب بيت أبوكي، ينيلك بست النيلة، بتهببي إيه هنا يا نعيمة؟ وإنتي مالك أنت؟ ثم إنتي إيه اللي جايبك هنا؟ من اللي على جنابك؟ أنا من الأول شكة فيكي وفي نعوميتك وفي طريقتك، قلت لنفسي يا كريمة البت دي مش مظبوطة، لازم تمشي وراها وترقبيها، ودينا اهو مشيت وراكي وشفت القعدة اللي قولي اه قولي اه، ما تقولي اه وخلصينا. لا والنبي، دخل علي انا الكلام ده جاي ترقبيني. عارفة يا بت، والله العظيم تلاتة، يا خسرتك يا خسرت الجسم اللي زي الملبن ده، والوش اللي زي القشطه ده، والرقبه اللي زي الجمار لما يحشوها. جاك حش رقبتك على وسطك يا بعيده،
ما تتنقلي تنتهي، ايه اللي جايبك هنا؟ شوفي البجاحة يا اختي، عينك كده بكحة ويندب فيها رصاصة. في ايه؟ ايه اللي بتهببيه هنا يا نعيمة؟ قلت لك يا بنت انا جاية اراقبك يا هاشكة. لو النبي ده انا هخلي فضحتك بجلاجل وهقول لهم كلهم. بقول لك ايه؟ لا هيمس نعيمة ولا يدوس لها على طرف، هكسف عمره. اشمعنى يعني؟ نعيمة تخصني. تخصك يعني ايه؟ يعني هنتجوز. يا اخويا الف بركة. مبروك. كده برضو ما قلتليش ليا نعناعة، اديتنيش خبر ليه يا اختي؟ كنت رفعت سمعت التليفون للست نجوى فؤاد، كانت جاتلك هزت لها هزتين وقالتلك اتمختار يا حلوة يا بيضة. بقولك يا معلم عايزاك في كلمتين، لا مؤاخذة يا حلوة، لا مؤاخذة يا هشكة، لا مؤاخذة يا اختي. أمري يعني يا اخويا خدت الفلوس ولا حس ولا خبر. أقول لك إيه؟ الشغل ده شغل كبير، عايز تجل، مش عايز أي كلام. ها؟ كلها يومين تلاتة وهتبدأ الدنيا تبان. طب مش كنت تقول كده من بدري؟ كنت أنا قلت لمروان وجينا بشلة المعلم كده عملنا لكم قعدة حلوة. حاضر ماشي. ما قلتش يا أختي أنت جاية هنا تعملي إيه؟ جاية راقبك يا هشكة. ايه مش شايفاني ولا عامله روحك مش شايفاني؟ لا انا ما شفتكيش خالص صدقيني. مش مصدقاكي طبعا. مبروك. مروان طول عمره نفسه يجيب وان، تلقيه الفرحه مش سيعان، لو طال يجيب لك نجمه من السما هيجيبها لك. عمل ايه لما شاف العيل؟ فرح ولا بكى ولا قعد يتنطط زي اللي جات له لوسه؟ ايه خايف عليه مني ولا خايف احسده؟ حكم هما النسوانك دي، الواحده لما ربنا يكرمها تلقيها تحاجة على عيلها وتخاف عليه من الهوى الطاير. أنا لو خفت عليه من الناس كلها مش هخاف عليه منك أنت بالذات. كدابة قوي زي كل اللي في العيلة. أنا عاوز أقول لك على حاجة يمكن تكوني ما واخداش بالك منها. قولي. أنت آخر واحدة كنت أفكر إنها ممكن تعمل اللي عملتيه. آخر واحدة كنت أفكر إن عينها من مروان. انت لحد دلوقتي فاهمه غلط. ده انا كنت باجي احكي لك كل اللي بيني وبينه، كنت بفضفض معاكي الهم والغم اللي انا فيه، كنت بحكي لك كاني بحكي لروحي. انا عارفه كويس قوي وحاسه باللي جواكي، بس في حاجه انا عايزه اقول لك عليها. قولي وهسمعك. ما انا بسمع الناس كلها، جات عليك يا زينب يا بنت كريمة. أنا حبيت مروان، مش هينفع أكدب عليكي وأقولك إني ما حبيتهمش عشان أنا عارفة إن أنت مش هتصدقيني. في حاجة تانية، أنا ما خدتوش منك يا نادية ولا خربت عليكي حياتك، أنت اللي ما عرفتيش تحافظي على حياتك. حلو الكلام ده بيريح. ما هو الواحد كده لما يخرب حياة غيره بيدور على أي مبرر عشان يرتاح ويعرف ينام. ده مش مبرر يا نادية، دي الحقيقة. جوازي من مروان مش هو اللي خرب لك حياتك، وانتي عارفة كده كويس. الكلام ده أنا بقوله لك دلوقتي عشان أنا عايزاك تشوفي الحقيقة واضحة. وبعيداً بقى عن كل اللي بيحصل ده، أنا مش هرجع البيت الكبير تاني. أنا مش هرجع البيت ده غير لما يبقى بيت بيلم الناس مش يفرقهم. وفي الآخر
انا خلاص ما بقتش عايزه حاجه من الدنيا. انا كل اللي انا عايزاه ان انا اربي ابني، بس عايزه اربيه بالشكل اللي انا ابقى راضيه عنه. احساس حلو مش كده؟ صدقي شبه مروان، بس عينه زي عينك. ايه هو انت خايفه عليه مني؟ لا انا بس عايزه اشوفه ولا هيكون جعان ولا حاجه. بتعرف ازاي؟ تحس بيه مش كده؟ انا مره سمعت زمان ان العيل بيعرف صوت امه انه هو في بطنها. هو ده صح؟ بيقولوا الست لما تحب جوزها قوي العيل بيطلع شبهه. اقول لك على حاجه، رغم كل اللي حصل ده عمري ما كرهت مروان ولا هكره. اسم الله عليك. حلو الحمد لله على السلامة يا حبيبي. الله يسلمك. ايه مالك؟ ها؟ لا مفيش حاجة. احضر لك لقمة على بال ما تغير هدومك وبعدين بقول لك. لا 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 مش عايز واكل. أنا عايز أقول لك علي ناوي عليه. خير، ناوي على إيه؟ أنا هدي زينب حقها فرس أبوها. اللي انت قلته لي بره ده صحيح؟ ايوه. زينب اللي قالت لك؟ ما قلتليش حاجة. الله، امال ايه اللي حصل؟ انا هعمل كده. طب وعمتك فوزية؟ مالها فوزية؟ هتوافق على اللي انت هتعمله؟ ايه، مش معنى ان انا اقول حاجة ما تستمعش. انا لسه كل حاجة في يدي. الله يكرمك ويرضيك. طب وريتال وشاهد هتعمل معاهم ايه؟ بعدين. اللي انا بقصد بعدين. ماشي، اللي تشوفه صح اعمله. مالك شكلك اتغير؟ عايز اقولي حاجه تاني؟ اه بس والله ما انا عارفه اقولها ازاي واقول ايه. قولي. نعيمه مالها؟ شفتها في الجبل مع بدري لوحدهم. انت بتقولي ايه؟ اللي انا بقوله لك ده حصل، بس هو راجل جدع قال لها اسمعي يا نعيمه، انا مش هقدر اعمل اي حاجه غير لما اخد راي مروان بيه راجلك. قالت له نعم يا روح امك، راجلي ده ايه؟ انا صوتي من دماغي، انا مفيش رجاله تحكمني. قبلتي في يا بنت فزعتيني. بقول لك ايه، مصيبه مصيبه وحلت علينا. مصيبه ايه؟ انا سمعت كريمه بتقول لمروان ان هي شافتك وانت رايحه عند بدر الجبل، وبتقول ان انت ماشيه معاه ومروان شكله شايط. يا دي النيل، يا دي المصيبه. طب تعالي يا بنت نشوف فيه ايه. بعدي عني هات كده. هو انا بقول لك عشان والله العظيم بقتلك يا مروان. بعدي تعالي 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 يا ست الستات. خلصت بهايمك عشان يسمعونا احنا بنقول ايه؟ هشرب من دمك. لا يا مروان ما توديش روحك في داهيه. تشرب من دم مين؟ قبل ما دمك يفور عليا اسالها هي بينها وبينه ايه؟ وايه اللي كان موديها عنده؟ انا زيها
لو هي عادي تروح عنده انا كمان عادي اروح عنده، ولو عايز تقتلني اقتلها هي كمان. يقتل مين يا بنت؟ وانت بتقارني نفسك بيا؟ انت ماشيك منيل ب60 نيله، انا كنت ماشيه وراك عشان اعرف انت بتعملي ايه. ايوه انت عايزه تجيب لنا العار زي غيرك. مش هيطلع عليها نهار. انتوا بس تفزتها، عايزين تسالوا سكاكينكم عليا. اطلعي فوق يا نعيمه. بنت ساميه اوعي اوعي. اطلعي فوق. بعدي يا ابنتي بعدي انت عايزه ايه يا فوزيه؟ عايزه ايه؟ البت دي ماشيه منيل ب60 نيله، لا ليها ظابط ولا رابط، ولا كنت ماشيه وراها ليه؟ هتجيب لنا الفضيحه يا اختي، هتجيب لنا الفضيحه زي غيرها يا مروان. سيبيني يا عمتي. استنى يا مروان. لا يا كريمه، البت دي غريبه عن البلد، ما حدش بيسال فيها ولا حد بيعرف امتى بتطلع وامتى بترجع، حتى البت اللي جراها وراها كيف المكتوره دي هي كمان هعرف اتصرف معاها. هتعملي ايه يا فوزيه؟ في دماغك ايه؟ ندفنها بالحياة يا مروان عشان تعرف إن الله حق. حتى البت اللي معاها دي مش هتقدر تفتح خشمها بعد ما تشوف وتعرف إيه اللي جرى لستها. كلام فوزية صح، ندفنها بالحياة، ندفنها بالحياة يا مروان. هات السكينة دي يا حبيبي بقى، هات هات. بسم الله عليك. الزفت ده ما بيردش. ابعتي له مسج. يا بدري يا بدري الحقني، هيموتوني يا بدري الحقني، انا مش عارفه اعمل ايه. هعمل ايه يا بت؟ ربنا يستر. اروح فين واجي منين؟ اقتلها يا مروان. عايزه تجوزي ساميه المحروس؟ عايزه ايه يا هاشكا؟ ها يعني عناعه؟ ها لو حد فيكم قرب مني انا هصوت والم عليكم البلد بحالا. انت مش كنت جايه هنا عايزه حقك يا نعيمه؟ هندي لك حقك يا حبيبتي تالت ومتلت وبزياده كمان. اوعي. فين يا رجاله؟ اوعي سيبيني. من عارفين المجابر بتاعتنا؟ افتحوها. تعالي 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 خلاص تعالي يا مربرب انتي. تعالي يا كريمة. انا ما عملتش حاجة، انا ما عملتش ذنب في حاجة. كنت عايزة تتجوزي محروس يا بت؟ محروس مين؟ خالص لا 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 خالص. بت اقف انتباه. ستك نعيمة راحت فين؟ سافرت ومش راجعة تاني. وإيه كمان؟ ما أنا هطلع ألم هدومي محدش هيشوف وشي تاني. إيه؟ تلم إيه روح أمك؟ أنت مش هتطلعي من البلد هنا إلا وأنت ميتة، سامعة ولا لأ؟ أنت مش هتطلعي من البلد دي غير وأنت ميتة، سامعاها هي؟ سامعة. كريمة عيني سيبي لي أنا الطالعة دي. اتغزي حبيبتي. النبي كريمة البت دي سيبيني وبينها طار جاي. اتغزي. محروس يا بنت الطرام اللي كان عايز. بترقصوا لي يا بنت؟ بتتحسبي وترقصي الجوزه دي هتموتك. يا مروان اقفل. يا مروان العالي يا ناس. يلا رجاله اردب. الإجراءات لازم تخلص النهاردة يا متر. إن شاء الله كل الإجراءات هتخلص النهاردة، ولو حابب أروح لزينب هانم مصر أخلص معاها مفيش مانع. هيحصل، وأنا هكلمك وأقول لك بعد كده نعمل إيه. بالسلامة أنت. تمام. صباح الخير. مش هتفطر يا مروان؟ ده انا ميت من الجوع. وانا عامله لك فطير بيدي هتاكل صوابعك العشره وراه. الله عليكي. لا قول لي المحامي كان هنا بيعمل ايه؟ كنت بقول له يدي زينب فلوسها. فلوسها؟ فلوس ايه دي؟ ورثها. ورثها.
لو انت ناوي تدي كل واحد حق ولا ايه؟ حق؟ حق ايه؟ مش بتقول هتدي زينب فلوسها؟ يبقى ورثها من ابوها؟ يبقى هتعمل كده مع الكل؟ محدش ليه حق عندي. انت ناس ان ابويا الله يرحمه كتب كل حاجه باسمي قبل ما يموت. وزينب بره الليله دي عاد؟ زينب مرتي يا عمتي، يعني اللي هتاخده هيرجع لي. يعني يعتبر ما خدتش حاجه. هنقعد ونتكلموا ونسيب الفطير يبرد؟ لا، نروح ناكل الفطير قبل ما يبرد. ريحي نفسك يا ست كريمة، مش هرد عليك. تعالى يا كبير اتفضل. هو مين اللي مش هيرد عليا؟ طب هي فوزية بدري. الله، وانا هكلم بدري ليه؟ عشان البيعة. بيعة ايه دي؟ انا اللي اشتريت، وانا اللي هاخد البضاعة، وانا اللي هبيع. بتستعجل انت يا كبير على طول. انا ما اقدرش اعمل اي حاجة من ورا ظهرك. انا كنت هقول لك طبعا. انا عارف ان انت كنت هتقولي لي على كل حاجة. ست كريمة، بعد ما تخلصي وكل أنا عاوزك في المكتب. اعتبرني كلت. تعالي ورايا. أنت ما فطرتش يا مروان؟ بعدين يا عمتي. هو أنتِ عملتي إيه؟ أوعي تكوني زعلتيه. لحسن مروان اليومين دول بيجي صعب على الآخر. كلي بيدي يا فوزية. يا ترى بيعت إيه دي؟ أؤمر يا كبير. اقعدي. ايه اللي حصل تاني من ورا ظهري؟ يوه. كتير قوي بيحصل. كفايه العامله السوده اللي امك عملتها وراحت اتجوزت محرم بيه. هي دي العامله الكبيره. كل حاجه بتحصل صغيره قد كده. شيل جبرية من دماغك وخلينا في اللي انت عملتيه انت وبناتك. انا وبناتي عملنا ايه؟ انا اقول لك انا عملت ايه. انا لقيت حضرتك منفض لنا ومكبر دماغك واخد كل اللي في جيبك واللي في ايدك رميه في حجر فوزية عمتك، وكل ده عشان نشبط في بعض وناكل في بعض. مش كل ده هدفك يا مروان بيه؟ اوعى تفتكر ان انا ست غبيه وما بفهمش. لا، انا اوزن بلد بحالها. بلد ايه؟ انا اوزن بلاد. ست كريمه بلاش لف ودوران. مبروم على مبروم. ما تكملش يا كبير. لف ودوران ايه؟ انا مش بتاعت لف ودوران، انا ست دغري. بص بقى، لما لقيتك مش فاضي ودماغك مش معانا هنا، كان لازم حد يقف لمحرم ويعرفه ان الشغل مش بتاعه لوحده، وانا كان لازم افهم الشغل ده ماشي ازاي وبيدور ازاي. طلع كل الشغل ده شمال لا مؤاخذه. انت عايزه تقولي ان انت اللي عملتيه علشان ايه؟ عشاني، عشانك، عشان أي حد. المهم مفيش أي حاجة تخرج من إيدينا، وبدري ورجالته يبقوا بين إيديك وتحت رجليك. سيبك بقى من كل ده وقولي هتعمل إيه مع نعيمة؟ نعيمة؟ أنا معرفش حد بالاسم ده. تصدق وأنا كمان. من الحمار ده؟ بعد الكبير بتاعكم. مروان! اهلا 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 وسهلا. ازيك يا ريس بدري؟ نعيمة فين يا مروان؟ جاي تسال عليها كده؟ عيني عينك. لمت عزالها ومشت وقالت يا فكيك اصلها ملهاش ملكه. اسمع مني. عملت لها ايه؟
الدار قدامك والبلد كلها قدامك، دور فيها زي ما انت عايز، انا مش ممانع. مروان انا هتجوزها. وانا قلت ليه؟ انا وقفت قصادك، جيت قلت لي يا مروان انا عايز مرت ابوك عشان اتجوزها. عزتها عنك يا راجل. يا ريس بدري، يا ريس بدري الحقنا، دفنوا احيا دفنوهم وثمنها ماتت من الخوف والرعب. تعبت بعد جدك عنها. كلامك معايا حسابي معاك بعدين. لما يا بنت قدامي لما رجاله يا اعلى ما في خيلك اركبه. شفت؟ هو ده اللي انا كنت عامله حسابه. قلت لك عايزاه هو ورجالته يبقوا بين ايديك وتحت رجليك بدل ما يقف في وشك وفي بيتك. طبعا هتتكرر كتير اكيد. اهلا اهلا. طيب بقول لك ايه، هكلمك بعدين. ها باي باي. يا اهلا وسهلا يا اختي، ليكي وحشه. عامله ايه يا حبيبتي؟ انا قلت اكيد محرم هياخدك تقضي شهر العسل مع بعض. ده انت اللي عسل. الا يا اختي انت كنت فين كامله لك ده بيت بره البيت يعني؟ وانت مالك؟ اهدي. لا 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 يا ريم لا، ده انا مرت اخوك يا عمتك يعني، يصحش تتكلمي معايا كده؟ طيب يا عمتي عشان تبقي فاهمه بس، انت زيك زي الكرسي اللي في البيت ده، انت حيالله مرات اخويا لكن انا صاحبه البيت. اوعي تفتكري ان البيت ده بطوله وعرضه حد يقدر يقولي تلت التلاته كام، انا بس اللي اقول مين اللي يدخل ومين اللي يخرج، انت فاهمه؟ اهدي انت يا بنت، مش مكسوفه كمان انك بايته بره كل كده ولا حدش يعرف عنك حاجه؟ اطلعي يا جبريه نامي في اوضتك وما تنزليش يا حبيبتي غير لما اقول لك، عشان بجد هزعل منك. انت اتجننتي يا بنت؟ جينا اما يلخبط كيانك. اسمعي الكلام، احنا هنقول طور دول احلبوه. يلا. وبصي هي ساعه بالظبط والاكل هيبقى موجود على السفره، عايزه تنزلي تاكلي اهلا وسهلا تشرفي، مش عايزه في 60,000 داهيه. بالراحه على روحك لك طقت موتي. ما تخافيش انا لا يمكن اطق، عارفه ليه؟ لو طقيت كل اللي قدامي هيفرقعوا. اتفضلي على اوضتك بسرعه. يلا. انا هطلع اوضتي عشان تعبانه وعايزه انام. انت مجنونه. فور الدم الله يحرقها. ريم كويس انك جيتي. قولي لي اخبارك. زفت. جبريه صح؟ غريبه قوي. اوعي بنت تسكتي لها. عارفه اللي زي جبريه دي ما ينفعش نسكت لها، دي لازم تاخد على بوزها على طول. ما سكتش بس بصراحه انا خايفه منها. خايفه من ايه؟ ما تقوليش كده ابدا وانا عايشه. نظراتها صعبه قوي وطريقتها في الكلام كده تحسي انها مش طبيعيه. عامله ايه انت بس مع حسن؟ ولا حاجه. هعمل ايه يعني؟ يا بنت سيبك منها وما تخافيش، خليكي كويسه مع حسن، ده شغل حماوات وانا عارفاه. وما تقلقيش انا هظبطها لك. المهم انت كنتي فين؟ كنت في اسكندريه. واو قضيت يومين حلوين قوي 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 قوي. اقول لك كمان على خبر كويس؟ فرحيني. احتمال اتخطب. من غير ما بابا يعرف؟ ايه الغباء ده؟ بقول لك احتمال، هو قال لي بس وانا قلت له طب سيبني افكر وبعدين هيقول لي محرم. يا حبيبتي يا حبيبتي تعالي 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 على مكان. تعالي الحمد لله على سلامتك. تعالي بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الراحة عليها وحنا بالراحة. تعالي تعالي يا حبيبتي. معلش معلش تعالي تعالي معلش 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 انت تمام؟ تعالي 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 بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم.